معانا في المادة بإذن الله. المفروض في شابتر 4 هنتكلم على حاجة اسمها simple linear regressions، أو هو أصلاً الشابتر اسمه correlation and regression، باللي هنتكلم على فكرة الـ linear regressions أو أبسط نوع من linear regressions. طيب إيه اللي هناخده النهاردة بإذن الله؟ linear regressions ممكن تجيبها بـ two methods، تمام؟ في حاجة اسمها least square method وحاجة تانية اسمها linear regressions methods أصلاً، أو simple linear regressions. مالي النهارده هنتكلم انتو هو ايه ده اصلا، وهنتكلم على الميثودز اللي هي ذا ليست سكوير ميثودز اللي هي ابسط طريقه في اللينير ريجريشن. طيب ايه هي فكره اللينير ريجريشنز، او انا بحتاجها في ايه، او انا يعني انا عايزه الموضوع ده في ايه؟ عشان لو انا عندي اكس اند واي، اكس اند واي دول هما تو راندوم فاريبلز و ليهم joint probability distribution functions اللي هي f of x و y. فبيقول لك في مسيجة ما يكون عندي x و y two random variables وليهم probability density functions زي مثلا f of x و y، فلما تيجي تحسب ال conditional density لل y given ال x، يعني انت عايز تجيب ايه هو ال f of x ال f of y given ال x، لو انا عارفة بمعلومات ال x هل هعرف اجيب ال y ولا لا؟ فبيقول لك اللي هي f of ال f of y ايه هي مدى البروبابيلتي او الكونديشنال دنسيتي بتاعتي. عشان اكتب الكونديشنال دنسيتي بكتبها بالطريقه دي اللي هي ال f of y given ال x. ال f of y given ال x يعني انا لو عارفه ال x ايه هو هيساعدني ازاي ان انا اجيب ال y. ال f of y given ال x عشان اجيب الايكويشن دي او الكونديشنال دنسيتي اوف ال y محتاجه ان انا بطبق الايكويشن دي، ان انا بقسم الاف اوف اكس واي على الاف اوف اكس. طب الاف اوف اكس واي هي دي المفروض ان هي جيفن عندي، هو مديها لك. طب الاف اوف اكس قال لك الاف اوف اكس بتجيبها ازاي؟ عن طريق ان انت بتشتغل في انترفال انترفال من ماينس انفينيتي لانفينيتي اف اوف اكس واي اف اوف اكس واي دريفاتيف الواي، كانك الاف اوف اكس دي لو عملت لها دريفاتيف الواي في الرينج من ماينس انترفال من انتجرال من ماينس انفينيتي لانفينيتي. دي كده الايكويشنز للاف اوف اكس لوحدها. طب لما نيجي بقى يبقى انا دلوقتي معايا الاف اوف اكس، معايا الاف اوف اكس واي، وجبت عرفت ان انا اجيب الاف اوف اكس، تمام؟ فلو انا رحت حسبت الكونديشنال بقى عشان احسب الكونديشنال اللي انا عايزه اجيبه ده اللي هي الاكسبكتيشنز اوف الواي جيفن الاكس، دي بتساوي ايه؟ بتساوي الانترفال عندي انتجرال انترفال من ماينس انفينيتي انفينيتي الواي في الاف في الواي جيفن الاكس ديريفاتيف الدي واي، تمام؟ الموضوع ده اسمه الريجريشن ايكويشنز اوف الواي على الاكس اون الاكس. دي اللي هو مدى ان انا عارفه اجيب او احسب الواي جيفن الايه او ديبند اون الاكس اللي جيفن عندي، تمام؟ مهم ان احنا نبقى فاهمين ايه هي الستاندرد ايكويشنز اللي انا محتاجاها. ان انا محتاجه اعرف ان الاف اوف الواي جيفن الاكس بتتحسب ازاي عن طريق الاف اوف اكس واي والاف اوف اكس. الاف اوف اكس واي هي جيفن ده الديستريبيوشن بتاعي، والاف اوف اكس بحسبها ازاي عن طريق الايكويشن دي اللي هي الاف اوف اكس بتساوي الانترفالز بتاعتي او الانتجرال من ماينس انفينيتي لانفينيتي في الاف اوف اكس ديريفاتيف، كانك بتجيب الديريفاتيف للاف اوف اكس واي بالنسبه للدي واي، والكونديشنال بتاع الواي بيكون جيفن الاكس هيساوي اللي هو الاكسبكتيشن بتاع الواي جيفن الاكس اللي هو بيساوي من ماينس انفينيتي لانفينيتي واي في الاف اوف واي جيفن الاي جيفن الاكس ديريفاتيف الواي. طيب خلينا ناخد مثال على اللي احنا عارفينه، يبقى ده كده الستاندرد او الجنرال ايكويشنز اللي انا بحتاجها، تمام؟ طب خلينا نطبق ده على مثال. بيقول لك لو انت عندك اكس وواي، تمام؟ يعني هنطبق الكلام الايكويشنز اللي احنا لسه قايلينها دي على مثال عندنا عشان نفهم ده هنعمله ازاي. طيب فقال لك لو انا عندي اكس وواي، الاكس وواي دول تو راندوم فاريبلز بجوينت بروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن، دي الاف اوف اكس وواي يبقى هي دي كده جيفن عندي الاف اوف اكس وواي هي بتساوي اكس في اي تو ذا باور اكس في 1 بلس الواي، ده في حاله ان الاكس او الواي اكبر من الصفر، والاف اوف اكس واي بصفر في حاله ان انت ايه قيمتهم الاثنين بصفر.
تمام. طيب فبيقول لك find the regression equations وجيب لي ال equations أو regression equations بتاع ال y on ال x تمام، وبعد كده sketch اعمل لي ال regression curve بتاعها تمام. يبقى هو كده مديك ال f of x و y ومديك ان هي ال equations ال f of x و y بتاعتي في حالة ان ال x وال y أكبر من الصفر تمام. فعايزين نطبق الحاجات اللي احنا لسه قايلين عليها دي، عايزين نجيب ال f of ال y given ال a ال x عندي اللي هو لسه قايل عليه. طب تعالى نطبق ال equation نشوف احنا هنعملها ازاي. قال لك اول حاجه علشان تجيب، احنا لسه قايلين دلوقتي ان احنا عشان نعمل دي نجيب نعمل الايكويشن دي بتساوي ايه؟ بتساوي الاف في الاكس والواي على الاف اوف اكس. احنا لسه قايلين كده عشان نجيب الاف اوف واي جيفن الاكس نقول اف اوف اكس وواي على اف اوف اكس. طب الاف اوف اكس وواي هو مديها لك، طب ايه هي الاف اوف اكس؟ فاحنا هنروح نجيبها، هنروح نجيب كده الاف اوف اكس بتتحسب ازاي؟ هنطبق نفس الايكويشنز اللي فوق اللي هو الاف اوف اكس بتساوي ايه؟ بتساوي المفروض ان القانون بتاعها هو الانتجرال من ماينس انفينيتي لانفينيتي اف اوف اكس واي ديريفاتيف الواي. طب عوض هنا بالاف اوف اكس واي او هذا الديريفاتيف بالنسبه للواي بتاعها. فقال لك لو انت جبت يبقى انا، طب انا عندي من ماينس انفينيتي لانفينيتي، هل دي الانترفال بتاعتي؟ لا، الانترفال بتاعتي في المساله من الصفر، مفيش اللي ان هو قال لك في حاله ان هي بتساوي صفر صفر، هو بيشتغل على الايكويشنز بالاكبر من الصفر، فبالتالي الانتجرال بتاعي من الصفر للانفينيتي. دي اول حاجه. طب لو جبت الاف اوف اكس واي اللي هو مديها لك، لو جبت الدريفاتيف بتاعها التفاضل بتاعها هتبقى ايه؟ هتبقى اللي هي طب تعالى هنا هات الدريفاتيف عندك الايكويشنز اهي، الايكويشن اللي هي اكس في اي تو ذا باور ماينس اكس زائد ايه في واحد ماينس الواي، كانك هتوزع دي كانك بتقول دي ماينس اكس تمام ماينس اكس في واي ده بالنسبه لده. طيب انا دلوقتي بجيب الدريفيتيف بالنسبه لمين؟ بالنسبه لواي. انا محتاجه ده؟ لا مش محتاجاه. فقال لك اهو كاني بقول بالظبط اي تو ذا باور ماينس اكس هطلعها بره لان انا مش محتاجاها لان انا بجيب الدريفيتيف بالنسبه للواي من الصفر للانفينيتي اكس في اي تو ذا باور ماينس اكس في واي دي واي تمام. طب هات بقى الدريفيتيف بتاع ده. طيب فادي الاي اوف ماينس اكس اللي انا اخدتها كومن اهي بره معايا تمام، وعايز اجيب الدريفاتيف ده عايز اشوف هو بيساوي كام. فقال لك اللي هي الماينس اي تو ذا باور ماينس اكس في واي من الصفر للانفينيتي كانها بتساوي اي تو ذا باور ماينس اكس اللي هي دي، ودي بتساوي ايه؟ واحد ماينس الصفر تمام اللي هو الدريفاتيف بتاعي من الصفر للانفينيتي. طيب فكاني بقول ان هي ده هيساوي ايه؟ اي تو ذا باور ماينس اكس في حاله ان الاكس اكبر من الصفر، او بصفر في حاله الايه؟ في حاله ان الاكس او الواي قيمتهم بصفر تمام. فكده دي الاف اوف اكس بتاعتي اللي هي اي تو ذا باور ماينس اكس ولكل اكس اكبر من الصفر تمام. يبقى انا كده تاني حاجه جبت الاف اوف اكس او عرفت قيمتها كام اهو. طيب تالت حاجه بقى انا محتاجه ايه؟ محتاجه اجيب الكونديشنال دنسيتي اوف الواي تمام، جيفن ذات ان الاكس بتساوي اكس. فانا دلوقتي بقول له الاف اوف الواي جيفن الاكس اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي دي اللي احنا محتاجين ان احنا نطبقها تمام، اللي هي بتساوي الاف اوف اكس واي على اف اوف اكس. الاف اوف اكس واي هو هي جيفن، والاف اوف اكس اللي انا لسه جايباها دلوقتي تمام. لو حطيت الاثنين مع بعض التو ايكويشنز مع بعض وحسبتهم هتطلع كام؟ هتطلع اكس في اي تو ذا باور ماينس اكس في واي تمام، لكل واي اكبر من الصفر وكل اكس اكبر من الصفر. ده كده ناتج مين؟ ناتج الاف اوف الواي جيفن الاكس. طب هات الاكسبكتيشن بقى، الاكسبكتيشن لكل واي جيفن الاكس دي بتساوي ايه كقانون؟ بتساوي الواي من الانترفلز من الانتجرالز ماينس انفينيتي لانفينيتي واي في اف اوف واي جيفن الاكس. طب اف اوف واي جيفن الاكس اهو انا لسه جايباها، اضربها في واي تمام وهات الدريفيتيف بتاعها، كاني بقول له واي في اكس e to the power minus x y. طب والانترفال بتاعتي طبعا هي من الصفر للانفينيتي. طب عايز اجيب كاني هجيب للايكويشن دي الدريفيتيف بالنسبه للواي تمام. طيب الدريفيتيف بالنسبه للواي للايكويشن دي بتساوي بالظبط كانك بتقول واي للدريفيتيف اللي هي minus e to the power minus x of y اللي هي دي تمام. طب حلها بقى، هات الدريفيتيف بتاعها في الانترفلز من الصفر للانفينيتي اللي هي هتساوي ايه؟ هتساوي ماينس واي في اي تو ذا باور ماينس اكس في واي اللي هي كانها هتساوي
زائد من الانترفلز او الانتجرال من الصفر للانفينيتي اي تو ذا باور ماينس اكس واي دي واي. تمام؟ لو عوضت او حليت الايكويشن دي يعني طبقت الايكويشن دي كانك بتقول بالظبط هي بتساوي الاكسبكتيشن بتاعت الواي جيفن الاكس هي بتساوي 1 على اكس. تمام؟ 1 على اكس لكل اكس اكبر من الصفر. تمام؟ وده كده حل المساله، يعني ده كده الاكسبكتيشن بتاعي. طب لما نيجي نرسم الكلام، يعني كل واي كل واحد على اكس المفروض هيجيب لي الاكسبكتيشن بتاع قيمه الواي، كان ما بين الاكسبكتيشن دي الواي جيفن الاكس بتساوي 1 على اكس. تمام؟ لان كل واحد على اكس من القيمه. تمام؟ كل ما قيمه الايه كانك هتعوض لكل اكس قيمه الواي بتاعتها المفروض هتبقى عامله ازاي. تمام؟ ففي حاله ان الاكس قيمتها كانت عاليه في الاول، قيمتها صغيره، كانت قيمه الواي او الاكسبكتيشن بتاعها عاليه. تمام؟ مع زياده الاكس مع ان الواي قيمه الواي عندي بتقل. تمام؟ كل ما تزيد الاكس، لان هم عكس بعض زي ما انتم شايفين، كل ما بتزيد قيمه الاكس كل ما قيمه الواي بتقل، لانك كل مره بتقسم على قيمه الاكس دي طبيعي هيكون شكل الجراف او الريجريشنز الايكويشن بتاعتي الاكسبكتيشنز للواي جيفن الاكس بتساوي 1 على اكس. فده ان كل ما قيمه الاكس بتزيد كل ما قيمه الواي بتقل عندي. تمام؟ في حاجه لحد دلوقتي مش مفهومه؟ لو حد عنده اي سؤال او اي حاجه. تمام اوكي هكمل. طب احنا بنحتاج الريجريشن اناليسيس ده ليه؟ تمام؟ بيقول لك الريجريشن اناليسيس ده او هو معناه ايه؟ بيقول لك الريجريشن اناليسيس او الكونديشن مين اللي انت بتجيبه اللي هو الاي اوف الواي جيفن الاكس هي عباره عن فانكشن للاكس. الفانكشن دي يعني كانك بتقول لو احنا قلنا ان الكونديشن مين اللي هي الاكسبكتيشن اوف الواي جيفن الاكس هي از فانكشن اوف الاكس، لو الفانكشن دي مثلا على سبيل المثال بتساوي الشكل ده، ايه هو الشكل ده؟ اللي هو الفا زائد بيتا في اكس. تمام؟ لو كان الشكل، لو كان منظر الاكسبكتيشن ده بيساوي الفا زائد بيتا في اكس، يعني لو قلنا الاكسبكتيشن هو بيساوي هو فانكشن والفانكشن بتساوي كذا، معنى كده ان كل ما قيمه اكس بتزيد تمام هي مؤثره ليها لينير ليها لينير ريجريشن ايكويشن او كل ما قيمه اكس بتزيد بتاثر في قيمه الواي. تمام؟ العلاقه دي ما بين الاكسبكتيشن اوف الواي والايكويشنز بتاعتي او الفانكشنز دي اسمها ايه؟ اسمها لينير ريجريشن ايكويشن. ليه لينير؟ لان العلاقه بينهم لينير ريليشن شيب. لينير ريليشن شيب بين مين ومين؟ بين الواي او الاكسبكتيشن اوف الواي والاكس اللي عندي. تمام؟ والعلاقه واضحه لينير، سواء بتاثر بالبوزيتيف او بتاثر في النيجاتيف. امال نقول عليها نون لينير. نون لينير يعني ايه؟ لما يكون جاي لي الاكسبكتيشن او شكل الايكويشن عندي بالمنظر ده. تمام؟ لما يكون شكل الايكويشن بتاعي ان الاي الاكسبكتيشن اوف الواي جيفن الاكس بتساوي الفا زائد بيتا اكس سكوير، بتكلم في اكس سكوير او اكس تو ذا باور اي حاجه، سواء دي او دي التو ايكويشنز دول دي كده يعتبروا نون لينير ريجريشنز. تمام؟ امال نون لينير ريجريشنز يعني في علاقه بينهم نون لينير ريليشنز او نون لينير ريجريشنز او اي حاجه. لكن لما يكون مثلا شكل الايكويشن بالمنظر ده اللي هي الفا زائد بيتا في اكس، يبقى ساعتها بتقول على النوع الريجريشنز دي هو لينير ريجريشنز. طيب الفوكس بتاعنا او البيربز بتاعنا هنا هي الفكره ايه؟ ان انا عايز اوصل لحاجه، عايز اوصل ان انا ايا كان قيمه الاكس اللي هتجيلي اعرف ابريدكت قيمه الواي. تمام؟ المين بيربز لفكره الريجريشن اناليسيز عامه هو ان انا احاول اجيب قيمه الواي، ابريدكت قيمه الواي، اعمل بريدكشن بناء على مين؟ بناء على الاكس اللي هتجيلي. تمام؟ فانا عايز احصل او اوصل ل ذا بيست شيب او احسن حاجه ان انا بحيث ان لما تجيلي قيمه اكس اعرف ابريدكت قيمه الواي دي. تمام؟ ده باستخدام الريليشنز، نوصلت انها باستخدام الريليشن اللي هي لينير ريليشنز اللي هي الاكسبكتيشن اوف الواي بتساوي الفا زائد بيتا في اكس. تمام؟ انا عايز اوصل لاحسن شكل
للايكويشن دي، عايزه ليه اصل لاحسن شكل، ان انا لو عرفت بالظبط ايه هي قيمه الالفا وايه هي قيمه البيتا، لو جات لي اي اكس تمام، لو جات لي اي اكس هعرف على طول احسب the best value for الواي تمام. فانا عايزه بريدكت احسن فاليو للواي، فباستخدام الريليشن دي الفا زائد بيتا في اكس واي. طيب فاحنا لو جات لك ايكويشن بالمنظر ده او الايكويشن دي، لو جينا فصصناها كده حته حته، مين الـ مين الواي اي؟ الواي اي هنا اسمه الريسبونس او الديبندنت فاليو. ليه ديبندنت فاليو؟ ديبندنت فاليو لان هو انا بحسبه ديبندنت فاليو على القيم دي، على الجزء اللي هو المين، فهو بالتالي هو ديبندنت، هو حسب قيمه الاكس اللي داخله وحسب ما انت هتعرف تحسب الالفا والبيتا تمام، بيتحدد لي قيمه الواي، فكده تعتبر هو ديبندنت فاليو. طب امال الاكس اي اسمها ايه؟ الاكس اي دي حاجه داخله، هي 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 انبوت بالنسبه لي، فهي تعتبر ايه؟ ده البريدكتور او الاندبندنت فاريبل، هو اندبندنت فاريبل. يبقى الواي اي هنا هو اسمه ديبندنت فاريبل. ليه ديبندنت فاريبل؟ اللي انا بحسب قيمته بجيبه، لان قيمته بتتحدد بناء على الفاليو اللي داخله او الاندبندنت او قيمه الاكس اللي داخله دي تمام، لان بناء على الاكس دي اجي اطبق الايكويشنز هيطلع لي الواي. فبالتالي الواي اي هنا اسمه ريسبونس او ديبندنت فاريبل، لكن الاكس اي تمام هو اسمه البريدكتور، هو هو المسؤول على ان هو يجيب لك، او اللي هو البريدكتور هو الانبوت اللي داخل او اسمه اندبندنت فاريبل. امال الالفا والبيتا؟ الالفا والبيتا عندي هنا دول يعتبروا بارامترز او يعتبروا كوفيشنز، المفروض ان قيمتهم لسه لحد مش معروف. في موضوع الريجريشن اناليسيس فبيقول لك في الريجريشن اناليسيس دي تمام، الريجريشن اناليسيس اللي هي منها بحاول ان انا اللي عن طريقها، عن طريق الريجريشن اناليسيس اللي هي بعمل، بحاول اعمل انفستيجيتنج للريليشن شيب ما بين البريدكتور تمام، اللي هو مين البريدكتور؟ اللي هو الاكس اي تمام، اند الريسبونس، مين الريسبونس بتاعي؟ اللي هو الواي اي. فانا بيوزنج دي هنا الواي اي تمام، باستخدام الريجريشن اناليسيس انا بحاول انفستيجيت او ان انا احاول اعرف اوصل للريليشنز الصحيحه، ريليشن شيب ما بين البريدكتور اللي هو الاكس اي اند الريسبونس فاريبلز اللي هو الواي اي. بيقول لك في خطوتين علشان اقدر اطبق الاناليسيس ده او اعمل اناليسيس. قال لك اول حاجه، اول خطوه من خلال الايه؟ الداتا اورينتد تمام؟ والخطوه دي يعني ايه؟ ان انت بتتعرف على شكل الداتا او كده، ان انت بس ممكن تعمل سكاترنج للداتا وتفهم ايه العلاقه والكلام ده. والخطوه الثانيه السكند ستيب عشان توجد الريليشنز دي باستخدام ايه؟ statistical work، الطريقه اللي هي statisticals، ودي اللي احنا طبعا ايه هنشتغل فيها، اللي احنا بنحاول نوصل ندرو conclusion كده عن البوبيوليشنز بتاع الريجريشن ايكويشنز، او بين عشان نحاول نوصل ل the best relations او the best equations اللي يكون بيكونتين الريليشن شيب ما بين البريدكتورز والريسبونس تمام. طيب فبيقول لك ان انا علشان اوصل او اطبق الكلام ده او انفذه بالستاتستيكال، قال لك انا ايه؟ قال لك انا محتاج اثنين، يعني في اثنين ميثودز ممكن يساعدوني في الموضوع ده تمام، اللي هو تو ميثودز علشان اقدر اوجد الاستيميتورز او اتعرف على البارامترز بتاعه الريجريشن ايكويشن تمام. احنا قلنا دلوقتي هي ايه الايكويشن بتاعتي؟ ان انا عندي عايزه اوجد الاكسبكتيشنز بتاعه الواي جيفن الاكس بتساوي الالفا زائد البيتا في الاكس اي. انا عارفه ان الاكس اي قلنا ده هو البريدكتور وهو ده الانبوت بتاعي، والواي اي هو ده الريسبونس او الاندبندنت فاريبلز اللي انا عايزاه. طيب انا عندي دلوقتي عشان اكمل بقيه الايكويشنز اوصل لاحسن شكل ليها تمام، عايزه اعرف قيمه الالفا والبيتا دول ايه، هم قيمتهم عشان اوصل للريليشنز المظبوطه، الريليشنز اللي هي تجمع ما بين الاكس وما بين الواي. طيب فبيقول لك التو ميثودز، تو ويل نون ميثودز عشان توجد لك الاستيميتورز بتاعه البارامترز بتاعه الريجريشن ايكويشن، دي الريجريشن ايكويشن.
عايزه اعرف بقى قيمه الالفا والبيتا دول اجيبهم ازاي. الميثود اللي تساعدني في الموضوع ده اول ميثود اسمها ليست سكوير ميثود، دي اول ميثود ودي اللي هناخدها النهارده باذن الله. وتاني ميثود اسمها نورمال ريجريشن ميثود، تمام؟ دول التو ميثودز اللي بيساعدوني ان انا اوجد الاستيميترز للبارامترز بتاع الريجريشن ايكويشنز دي. طب ايه اللي احنا هنشتغل عليه النهارده اللي هي الليست سكوير ميثود. ليست سكوير ميثود دي اللي هتساعدني في ان انا اوجد الايه؟ الاستيميترز بتاعي. طيب الليست سكوير ميثود فقال لك في حاله ان انت شغال على السيمبل لينير ريجريشن، طبعا الليست سكوير ميثودز قال لك ان انا هفترض ان انا عايز اوجد علاقه ما بين اكس وواي، فقال لك ان انا هنا كاني شغال على سنجل ريجريسور اور بريدكتور، كاني شغال على اكس واحده، نفترض ان انا الانبوت اللي داخل لي هي اكس واحده، تمام؟ وعندي ديبندنت فاريبل او ريسبونس فاريبل اللي هو واي، كاني عندي هي اكس وواي وعايزه ايه؟ اشوف احسن ريليشن. طيب بيقول لك نفترض ان الريليشن ده افتراض، سبوز ده ان الريليشنز ما بين الاكس والواي كانها ستريت لاين كده ما بين الاكسبكتد واي والانبوت فاليو اللي هي الاكس، اللي هو لينير ريليشن دي اللي هي ايه هي الاكسبكتيشنز اوف الواي جيفن الاكس اللي هي بتساوي الفا بلس بيتا في اكس، تمام؟ طيب فكان احنا كده افترضنا ان هي في ستريت لاين، تمام؟ ما بين مين؟ ما بين الاكس اللي داخله وما بين الاكسبكتيشن بتاع الايه؟ بتاع الواي. طيب انا عايز اعمل ايه؟ اهو اهو ده الاكسبكتيشن. طيب هل اللاين اللي انت جبته ده، ده طبعا اكسبكتد، تمام؟ هو اكسبكتد. طيب فبيقول لك هنا لو انا مش عارف قيمه الالفا والبيتا، انا مش عارفهم، الالفا والبيتا بالنسبه لي انا الاكس هي الانبوت اللي داخل والواي المفروض ان انا بحسبه، ده اللي انا عايز اجيب قيمته، تمام؟ او هيتحسب بناء على الحاجات دي بقى، بناء على الاكس وبناء على الالفا وبناء على البيتا. طب الالفا والبيتا هم يعتبروا ان نون بالنسبه لي، تمام؟ الالفا بالمناسبه هي اسمها الانترسبت، الانترسبت اللي هي نقطه التقاطع اللي هيعدي عليها اللاين ده. طيب بالنسبه للبيتا اسمه سلوب اللي هو مدى الميل او الميل بتاع اللاين بتاعي، تمام؟ فالالفا والبيتا هم بالنسبه لي ان نون ريجريشن كوفيشنز. طب انا محتاجه ايه؟ محتاجه اجيبهم، محتاجه اعرفهم. طيب اما لو احنا محتاجه اعرفهم عشان احصل على ذا احسن لاين، طب عشان احصل على احسن لاين فقال لك نفترض ان انت الواي الحقيقيه الاوبزرفيشن الحقيقي اللي هي الواي الحقيقيه بتساوي ايه؟ بتساوي الفا بلس بيتا اكس زائد في هنا سيجما، تمام؟ سيجما دي هي ايه؟ قال لك السيجما دي نسبه الايرور. يعني ايه نسبه الايرور؟ يعني مثلا لو انا عندي ده الشكل ده، انا عندي الاكس وعندي الواي، تمام؟ ده الاكس وده الواي، ماشي؟ لو افترضنا ان الخط ده هو اللاين او هو ده الستريت لاين المظبوط اللي هيكون اللي هيفيد لي الريليشن بين الاكس والواي، يعني اي فاليو اكس هتماب للواي دي، تمام؟ طب انا رسمت اللاين ده ازاي؟ طبعا باستخدام الالفا والبيتا، الالفا والبيتا دي هي اللي ساعدتني ان انا ايه ارسم اللاين المظبوط اللي هو بيفيت على كل البوينتس بتاعت الداتا بتاعتي. طيب لو بصيت هنا قال مثلا ادي ده اللاين اهو، انت المفروض هنا ده الاكس، ماشي؟ وهنا ده بالنسبه للواي، تمام؟ هنا دي الواي، او انت بتقول هنا، بس انت بتقول حسب اللاين ان الواي المفروض هنا، بس الواي طلعت هنا، تمام؟ هنا في نسبه ايرور، في نسبه من الايرور ان انت كده اللاين ده مش يعني مش عارف يفيت للبوينت دي بنسبه الايرور ده. نفس الحاجه النقطه دي الحقيقيه هنا، تمام؟ وانت بتقول انها هنا، تمام؟ فهنا عندي برضو نسبه ايرور معينه، وده برضو بالنسبه للبوينت دي المفروض ان هي تبقى هنا وانت بتطلعها هنا، تمام؟ فانا عندي نسبه ايرور. فبالتالي لو انت بصيت على ان دي لو دي الاوبزرفيشن واي بتاعتك اللي هي بتساوي الفا بلس بيتا في اكس زائد نسبه ايرور معينه اللي هي السيجما دي، فلو قلنا السيجما دي المفروض ان هي ايه؟ هي لو قلنا ان هو ايرور، نسبه الايرور اللي انا بقول عليه سواء ده او ده او ده او ده كل ده ايرور بالنسبه لي، تمام؟
فلو لو كانت السيجما دي هي راندوم، نفترض ان هي نسبه من الايرورز، كانها راندوم ايرورز بي مين زيرو وفاريانس سيجما سكوير، فقال لك الراندوم ايرورز دي بتكورسبوند تو ديفرنت اوبزرفيشنز، يعني كان احنا حسب الاوبزرفيشن على حسب كل اكس والواي ايه، فانا بحسب قيمه الايرور على حسب كل اكس والواي، بحسب قيمه الايرور، فدي حسب الايه الاوبزرفيشن اللي داخله على حسب كل اكس واي، كل اكس واي، كل اكس واي هيطلع لي نسبه ايرور معينه. فكان الايرورز دي هي عباره عن راندوم فاريبلز موجوده عندي لان من الاوبزرفيشنز. تمام؟ طيب فالمفروض ايه اللي هيحصل؟ المفروض انا دوري او انا الفكره بتاعتي او فكره الميثودز بتاعتي ان هو عايز يوصل لاحسن لاين، لاين يكون باقل نسبه من الايرورز، يعني انا كميه الايرورز دي انا عايز اوصل لاكسبكتيشن لاين. تمام؟ اكسبكتيشن ريجريشن لاين يعبر عن الحقيقي، يكون بيفيد فاليوز الداتا اللي عندي، فبالتالي انا عايز اوصل لاي احسن البارامتر، اي احسن قيم للالفا والبيتا، بحيث ان انا لما اشتغل على الايكويشنز بتاعتي اللي هي اللي هي الاكسبكتيشن بتاع اللي هو الاكسبكتيشن بتاع الواي جيفن الاكس بتساوي الفا بلس بيتا اكس. تمام؟ فانا عايز اوصل لاحسن فيز للبارامترز دي بحيث ان انا احسن اوصل لاحسن لاين فيت الداتا، يبقى نسبه الايرورز فيها قليله. فقال كده المفروض ان فكره الميثودز دي او الليست سكوير ميثودز نوع من انواع الميثودز اللي هي بتساعدك انك توصل تاستيميتنج بارامترز الالفا والبيتا بحيث انك لما تطبقه في الايكويشن دي امينيمايز السم اوف سكويرز اوف فيرتيكال ديفيشنز، ان انا اقلل السم اوف سكويرز اللي هي اقلل نسبه الايرور دي ان هي ما تكونش حجمها كبير بالمنظر ده. تمام؟ ان انا احاول اوصل للاين مظبوط يكون مناسب للديتا اللي داخله. فبيقول لك ان احنا بنقول على فكره ان انا بعمل استيميتنج للريجريشنز كوفيشنز. كوفيشنز هم مين؟ الالفا والبيتا دول اسمهم كوفيشنز او هي البارامتر بتاعتي اللي انا عايزاها. بيقول لك فكره ان انا استيميتنج الريجريشن كوفيشنز ميثودز للليست سكوير ميثودز اللي موجوده في الايكويشن دي، فقال لك كاني انا بقيت باكسبريس عندي عدد من الاوبزرفيشنز في السامبل بتاعتي الواي بتساوي الفا زائد بيتا، دي الاوبزرفيشن الحقيقيه يعني. تمام؟ الواي اي الحقيقيه بتساوي الفا زائد بيتا اكس اي زائد نسبه الايرور اللي احنا قلنا عليه ده. الكلام ده ايه؟ العدد الاوبزرفيشنز من الان، الاي بتساوي 1 2 لحد ان. تمام؟ طيب عشان اشوف عايز احسب نسبه الايرور او قد ايه من الايرور اللي هو فكره السكوير ايرور، السم اوف سكويرز اوف الايرورز بتتحسب ازاي؟ اللي هي السيجما سكوير دي بتساوي طبعا معلومات الاكسبكتيشنز بتاعت الالفا زائد البيتا، كاني انا بقول ايه؟ انا شغال على ايه؟ على عدد من الان، كاني بقول له سمشنز من الواحد لان، وايه؟ وهرحل دي هنا وهرحل دي الناحيه الثانيه عشان اخلي دي في المجال ده. فبقيت كاني بقول له ايه؟ الاكسبكتيشنز او من واحد لحد ان واي اي ماينس الالفا ماينس البيتا اكس اي الكل سكوير. ليه كل سكوير؟ اللي انا بجيب الايه؟ الستوف سكوير في الايرورز عشان يطلع القيمه عندي بالبوزيتيف، فانا بجيب السكوير بتاعها. تمام؟ بالاكسبكتيشنز الفا وبيتا. طب استخدمي بقى الايكويشن دي عشان احصل على انسب ايكويشنز للالفا والبيتا. تمام؟ فقال لك لو انا جبت مسكت الايكويشن دي ورحت عملت لها ديريفاتيف بالنسبه للالفا، تمام؟ كاني عايز الدريفيتيف بالنسبه للالفا علشان او عشان اوجد الايكويشنز بتاعت الالفا دي هتساوي ايه؟ كاني بقول له هنا طبعا بجيب الدريفيتيف، فكاني بقول له 2 في من 1 ل ان واي اي ماينس الفا هات لان هي الاكسبكتد ماينس البيتا هات اكس اي لان برضه استيميشن سواء الالفا او البيتا في الحاله دي هنا استيميشنز. تمام؟ اللي هي الاستيميشنز اللي احنا اخدناها قبل كده. تمام؟ في ماينس 1 الكلام ده هساويه بعد كده بصفر، ما انت جبت الديريفاتيف بالنسبه للالفا وساويته بصفر عشان تحاول تحسب او توصل للالفا هيت. تمام؟ ونفس القصه
بنفس الايكويشن دي هتجيب الديريفاتيف بالنسبه للبيتا، فكاني بقول له 2 الديريفاتيف بتاعها بقى من 1 لحد ال واي اي ماينس الالفا ماينس بيتا اي في اكس اي. هنا اكس اي اللي انا بجيب هنا بماينس في البيتا، تمام؟ الديريفاتيف بالنسبه للبيتا، لكن هنا الديريفاتيف كان بالنسبه للالفا عشان كده ضرب في ماينس 1، تمام؟ هنا ضرب في اكس اي عشان هنا الديريفاتيف بالنسبه للبيتا. هتساوي الكلام ده بايه؟ هتساوي الكلام ده بصفر. يبقى ده كده الديريفاتيف بتاع الالفا وده الديريفاتيف بتاع البيتا عشان اجيب الاستيميشنز بتاعت الالفا واجيب الاستيميشنز بالنسبه للبيتا. طيب انت معاك الايكويشنز بقى دي، معاك بتاع الالفا وبتاع البيتا، عوض عوض عندك في الايكويشنز بتاعتك. بيقول لك عشان نسهل الكلام ده، يعني كاني التو ايكويشنز اللي هو بالنسبه للالفا والبيتا ان هو بيساوي كده، تمام؟ فقال لك ان انت عندك استيميشنز من الواحد للان الواي اي اللي هي دي، كانك بتتعامل مع الايكويشن دي، الايكويشن اللي هي هنا. طيب فكاني هنا استيميشنز من الواحد لان في الواي اي بتساوي ان في الفا زائد بيتا في استيميشنز من الواحد لان في اكس اي، تمام؟ دي اول ايكويشن. تاني ايكويشن اللي هي استيميشن من الواحد لان اكس اي في واي اي بتساوي الفا من في استيميشنز من واحد لان اكس اي زائد بيتا في استيميشن من واحد لحد ان اكس اي سكوير، تمام؟ قال لك التو ايكويشنز دي هم دول يعتبروا الليست سكوير نورمال ايكويشنز، دول الليست سكوير نورمال ايكويشنز اللي احنا هنستخدمهم بعد كده في حل المسائل بتاعتنا. فقال لك السوليوشنز للنورمال ايكويشن هنا في الليست سكوير دول يعتبروا الاستيميترز بتاعتي للالفا هات والبيتا هات، تمام؟ طيب فكاني بقول ان الفيتد او الاستيميتد لينير ريجريشن بتاعتي بتساوي الاتي، بتساوي الواي هات بتساوي الفا هات زائد بيتا هات في اكس، تمام؟ امال الاصليه ايه؟ قال لك لا، الاصليه بنسبه ايرور معينه، تمام؟ الواي اي بتساوي الفا هات زائد بيتا هات اكس اي في نسبه سيجما اللي هي نسبه الايرور بتاعتها. طيب الديفرنس ما بين الاثنين او الديفرنس ما بين نسبه الايرور اللي بيكون ما بين الواي اي والواي هات، الواي اي والواي هات اسمه الريزول، تمام؟ الريزول اللي هو نسبة الايرورز الباقي اللي هو ما بين الاستيميشن، ده الاستيميشن لاين وده الواي الحقيقي، تمام؟ اللي احنا لسه بنقول عليه ده الريزول. بيقول لك هنا الريزول ده اللي هو المفروض بيوصف لك نسبة الايرور في الموديل بتاعك اللي انت شغال عليه اللي بيوبزرف على الواي اكس. طيب خلينا ناخد مسألة كده. لو انا عندي اكس واي، تمام؟ الاكس هي المفروض دي الانبوت فاريبل، تمام؟ ودي الاندبندنت فاريبل. امال الواي هي ايه؟ الريسبونس او الديبندنت فاريبل. قال لك ايه هو اللاين علشان ايه هو انسب شكل، ايه انسب فور، ايه هو اللاين اللي الفور وات از ذا لاين اوف ذا فور. ان انا عندي الايكويشن دي ان الواي بتساوي اكس بلس بي، تمام؟ اللي بيست فيت، ايه هو اللاين اللي يعمل لي بيست فيتنج للديتا باي الميثود بتاع الليست سكوير؟ هستخدم الليست سكوير عشان اوجد اللاين اللي ينفذ لي الايكويشنز دي بتاعتي وفي نفس الوقت يفيد على الديتا بتاعتي. فبيقول لك ان احنا هنا دلوقتي لو بصينا على الايكويشنز اللي هي بتساوي واي بتساوي اكس بلس بي، تمام؟ فهتلاقي ايه؟ طب الاكس هي داخله معايا، ده انبوت، والواي هو برده معايا، امال مين اللي انا عايز اعرفه؟ عايز اعرف البي، تمام؟ انا مش هعرف ارسم الخط ده الا لما اعرف البي دي قيمتها قد ايه. فقال لك ان انت في الايكويشن بتاعتك انت عندك only one unknown parameter. ايه هو الانون بارامترز؟ اللي هو البي. انا محتاج اعرف البارامتر بي ده عشان اعرف ارسم اللاين بشكل مظبوط اللي يفيد على الداتا اللي داخله دي، اللي انا محتاج اعرف قيمه البي. طيب فعلشان نعمل الموضوع ده قال لك ان انت ممكن تستخدم the first equations من الليست سكوير نورمال ايكويشنز. مين الفيرست ايكويشنز اللي هو
اللي احنا مش احنا كاتبين، كنا لسه كاتبين فوق نوعين من الايكويشنز، فاحنا هناخد اول واحده. اول واحده دي كانت بتساوي ايه او ايه شكلها، اللي هي بتساوي سمشن من الواحد للان واي اي بتساوي ان في الفا زائد بيتا في السمشنز من الواحد ان اكس اي. تمام. طب لو اعتبرت ان قيمه الالفا، طب اعتبرت ان الالفا هي البي تمام والبيتا قيمتها بواحد، لو انا عوضت كده على ان الالفا بتساوي بي والبيتا بتساوي واحد، فانا هتطلع عندي الايكويشن بالمنظر ده، السمشن من الواحد للان واي اي بتساوي ان بدل الفا بقى هستخدم رمز بي، هستخدم البارامتر اللي انا عايزه اجيب قيمته، زائد من الواحد للان اكس اي تمام اللي هو ده، والبيتا خلاص قيمتها بقت بواحد. تمام. فكاني حصلت على الايكويشن دي في الحاله الجديده. طيب عايزين بقى احنا نحل الايكويشن دي عشان نحسب قيمه البي. الايكويشن دي هنحسبها ازاي او هنجيبها ازاي؟ طيب هعوض عادي، انا معايا دلوقتي الاكس والواي دي الفاليوز العاديه. طب الفاليو دي روح اعمل سميشن من الواحد للان في اكس اي هيطلع لك كده، اجمع الحاجات دي كلها هتطلع لك 6. طب والواي هي داخله عندي، اجمعهم كده هيطلع لك قيمه 14. تمام. عوض بقى، ابدا عوض. انت هنا كنت محتاج ايه؟ انا محتاجه اعرف السميشن بتاعت الواي اي وخلاص انا عملتها، والسميشن بتاع الاكس اي وخلاص انا عملتها. امال الان هم ايه؟ هم عددهم، عدد الاوبزرفيشنز اللي داخله، عدد الاوبزرفيشن كام؟ 5. طب خلاص معايا الان ومعايا دي ومعايا دي، عوض الحاجات دي مع بعض وهتوجد قيمه البي. فقال لك لو انا عوضت الحاجات دي مع بعض اللي هي السميشنز بتاعت الاي اللي هي 14 زائد الان اللي هي 5 بي زائد السميشن بتاع الاكس اي، هيطلع لك ان فعليا قيمه البي بكام؟ ب 8 على 5. تمام؟ 8 على 5 ده قيمه البي. طب عوض بقى في الايكويشنز اللي هي كانت داخله عندك عشان تحصل على ذا بيست لاين فيت الايه؟ فيت الداتا، كاني بقول له الواي بتساوي اكس زائد قيمه البي، الاكس هي داخله از انبوت والواي المفروض ان انا بحسبها ومعايا البي بتاعتي. تمام؟ دي كده ده المفروض اللي ايه؟ اللي انا لما يدخل لي اكس واجمع عليها 8 على 5 يطلع لي القيمه بتاعت الواي اللي داخله معايا. تمام؟ ودي هنا طبعا باستخدام الايكويشن دي ممكن عادي ترسم اللاين بسهوله. طب تاني مساله معانا اللي هي نفترض ان انت الايكويشنز او الفانكشن بتاعتك هي بتساوي واي بتساوي بي اكس زائد 1. تمام؟ هي دي اللي بتفيت الميثودز بتاعت الليست سكوير، الليست سكوير للثلاثه بوينت دول 1 و2 و4، دي الاكس وده الواي بتاعها. تمام؟ فانا عايز طبعا من الايكويشن دي، تمام، انا معايا الاكس داخل والواي داخل، عايز اوجد قيمه البي. تمام؟ فعايز اعرف قيمه البي اللي هتطلع لي احسن لاين، او هيطلع لي لما ارسم اللاين هيطلع مظبوط. طيب فقال لك اختار مثلا، فقال لي انا برضو هنا عندي اونلي وان بارامترز اللي انا محتاجه اعرف قيمته. فلو احنا اشتغلنا على السكند ايكويشن، طبعا ممكن تشتغل السكند او الفيرست، السكند ايكويشن للليست سكوير هتقدر تعوض. طب السكند ايكويشن دي كانت شكلها عامل ازاي؟ كان ده شكلها، السمشن من الواحد لان اكس اي في واي اي بتساوي الفا في السمشن واحد ان اكس اي زائد بيتا في السمشن من واحد لان اكس اي سكوير. تمام. طب انا معايا اكس وواي بس، هما دول اللي داخلين، حاول بقى تجمع وتضرب وكده عشان تحاول تحصل على القيم دي. فقال لك اول حاجه لو انا اعتبرت ان الالفا قيمتها بواحد والبيتا هي البي، فهيكون شكل الايكويشن بالمنظر ده. انا عندي سميشن من واحد لان اكس اي واي اي في السميشنز من الواحد لان اكس اي زائد بي في واحد لان من واحد سميشن واحد لان في اكس اي. طب يبقى انا محتاجه اجيب ايه؟ محتاجه اجيب حاصل ضرب الاثنين في بعض وجمعهم، محتاجه اجيب السميشن بتاع الاكس اي، محتاجه اجيب الاكس سكوير واجيب السميشن بتاعه. حط الكلام ده في جدول عشان يسهل عليك الايه؟ العمليه. فانا لو داخله لي اكس معينه ودي الواي اللي انا عارفه قيمتها، روح اعمل سميشنز لقيمه الاكس، فمعايا السميشن من الواحد للثلاثه اكس اي، دي اول حاجه معايا عايزاها. تمام. طب بالنسبه للواي برضو روح اعمل سميشنز للقيم بتاعتهم. تمام. هيطلع كام؟ قيمتهم 4. طب روح اضرب الاكس في الواي، 1 في 2 ب 2، 2 في 2 ب 4، مش عارف 4 في 0 ب 0، واجمع الفاليوز النهائيه هتطلع لك السميشنز من الواحد ان اكس اي اللي هي قيمتها 6. طب روح اعمل اكس سكوير وجمع اكس سكوير 1 ب 1، 2 ب 4، 4 ب 16،
بعد كده جمع الفاليوز دي مع بعض من الواحد لان اكس اي هيطلع كام؟ 21. تمام؟ خلاص بقيت تقريبا معاك كل الحاجات اللي انت هتحتاجها في الايكويشنز بتاعتك. تمام؟ عوض في الايكويشن اللي احنا كاتبينها فوق اللي هي كانت دي. عوض في الايكويشن اللي هي معاك دي اللي هي دي. تمام؟ خلاص هتلاقي الحاجه الوحيده اللي انت مش عارفها اللي هي مش عارف تجيبها اللي هي بي، فانت عوض عشان تجيب قيمه الايه؟ قيمه البي. بعد ما تعوض هتلاقي الحاجه الوحيده اللي هي بعد ما تعوض يعني هتلاقي ان الايكويشن اصلا شكلها 6 بتساوي 7 زائد 21 بي، كانك بتقول ان البي عشان تجيب الفاليوز بتاعتها بماينس 1 على 21. تمام؟ فعشان اجيب شكل المعادله النهائي هيساوي الاتي، واي بتساوي 1 على 21 اكس زائد 1. طبعا الانبوت هو الاكس والواي هو داخل لي، فخلاص تبقى انا ساعتها هعرف اوجد احسن لاين هيفيت الداتا معايا. تمام؟ انا كده خلصت. لو حد عنده اي سؤال، لو في اي سؤال يا شباب. تمام. خلاص تمام، اشوفكم على خير المرة الجاية. السلام عليكم. Thank you.